ورا هنا الجودة. ما كانش يقول ذاك الرجل واحد الجمعيه هنا او الكاشير ديالو في كل شيء. قد شويه دابا ثمن مناسب مزيان دابا. دابا كنبيع فيه ب 16 16 ونص مزيان الثمن. والسوق داير 14 13 ونص مزيان دابا الاثمنه. الاثمنه مناسبه دابا. الاقبال شويه شويه. الروم ب 16 درهم خويا. 16 درهم 16 شنو كنبيعو. المهم 14 درهم السوق. الثمنه مناسبه دابا. الكروازي دابا داير 12 درهم ما كاينش الاقبال. الكروازي والبلدي داير 70 درهم لكن ما كاينش الاقبال بزاف. قليل اللي كياخذ البلدي وهذاك بالنسبه للناس المساكين على حساب الرومي. لا لا بقى بحال الاثمنه راه مزيان. الاثمنه دابا مزيانه لكل شيء. مزيانه للمول الفيرما ومزيانه للبيع والشري ومزيانه للوكال. ها ما يجيش يطلع عاوتاني 20 درهم ولا 22. دابا الاثمنه مناسبه. دابا الحمد لله الفلوس وجد شويه. الفلوس كندير طالع شويه الثمن شويه هبط شويه الفلوس. هذا هو خلي الاثمنه شويه. والاقبال ما كانش مع العيد وداك الشيء الناس مضرورين شويه والازمه ديال العيد وهذاك الاثمنه شويه هي خلطوها. الديتاي شويه مزيان. كاين اللي ياخذ 10 دراهم كاين اللي الله يحسن العوان ما عندوش. بزاف الناس ضعاف عندنا. هذا هو هذاك الثمن مناسب للحوم البيضاء. ثمن مناسب دابا مزيان مزيان. هذه الاثمنه باينه تبقى بحال هكا. هذا ثمن مناسب بعدا ما يطلعش ما يهبطش مزيان فباين حتى واحد يضر. الماكينه ديال الترياش مزيانه مزيانه كتعاون ليد العامله ومزيانه كتنقينا الدجاج شويه وكتعاوننا. وبالنسبه لكم عندك شي لو كوموند ولا شي حاجه كيكونوا الناس زربانين كنسربوها حتى هي مزيانه. الاثمنه مزيانه كدير 7000 درهم هذيك جديده دابا مزيانه. ونطلبوا الله تعالى يبقى هاد اللحوم البيضاء في هاد الاثمنه 16 ونص 17 ما يفوتش 17. كلشي مزيان لكلشي. المول الكرو مزيان لكلشي دابا. والمول تريبيتور كاع الدراوش الحمد لله. دابا الاثمنه مزيانه الحمد لله الحمد لله.